اندلعت أعمال شغب عنيفة مساء اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسال مباشرةً بعد انتهاء مباراة بلجيكا والمغرب والتي انتهت بفوز أسود الأطلس على الشياطين الحمر بهدفين دون مقابل في كأس العالم. ومن المشاهد التي رصدتها عدسات الكاميرات مباشرةً بعد نهاية المباراة وخروج الجماهير للشوارع وسط بروكسال. سيارات مقلوبة ومحترقة، مفرقعات نارية، آتات مخرب، دراجات كهربائية محروقة، ونقلت صحف محلية أن مئات الأشخاص تجمعوا وسط مدينة بروكسال للاحتفال بفوز المغرب على بلجيكا، لكن الأمور خرجت عن السيطرة بعد ذلك،